بسم الله الرحمن الرحيم. في اولى فيديوهاتنا النهارده على القناه هقدم لكم ازاي ترفعوا استقطاب الواي فاي وتسرعوا نت الواي فاي. طبعا طبعا زي ما انتم شايفين اشاره الواي فاي عندي 2 من 5 وساعات بتبقى 3 من 5 لان راوتر شركه اتصالات اللي متصل بيه في مسافه بعيده جدا. تمام، فانا هقدم لكم الحل لاي حد عنده المشكله دي، او عادي حتى لو عندك الاشاره كامله عادي، يعني طريقه كويسه انك تسرع بيها النت. تمام، هنكتب اول حاجه ران، دي اللي هنرفع بيها استقطاب الواي فاي. اول حاجه ران، اول ما بتفتح ران بتكون مكتوبه الكلمه دي فيها لوحدها. تمام، هركزوا في الكلمه دي كويس، او ما كانتش مكتوبه يعني هركزوا فيها على الشاشه واكتبوها. ماشي، ندوس اوكي. تمام، ثواني بس بيحمل عشان النت عندي ضعيف. سوري، الجهاز عندي البرامج عليه مخليها الجهاز تقيل شويه. نختار بعد ويندوز سيتنج ادمنستريف تمبلتس. تمام، دي حاجه زي الادوات كده برضه زي ويندوز سيتنج. نختار نتورك اتصال، نختار دي، نختار نرجع تاني اوريها لكم تاني عشان اها كيو اس باكج شيلدر. تمام، ندخل عليها كده تاني واحده، دي بتاعت رفع استقطاب الواي فاي. نضغط عليها ونستنى شوية كده، حذر لنا الأيقونة ظهرت. دي بتبقى نوت كونفيجورد، نخليها انابل. اول ما بندوس على انابل دي بتبقى في اي جهاز 80 او 60، نفضل نزود نخليها 100 وتدوس ابلي واوكي. كده اول حاجة رفعنا الاستقطاب. نروح ثانيا كده لنتورك عشان نزود سرعة الواي فاي. طبعا ندوس نتورك اند شيرنج سنتر، هي بتحمل. نختار شانيا ادبيتر سيتنج تغيير الاعدادات، نتورك اتصالات اهي واي فاي اتصالات اللي انا متصل بيها. طبعا برو باتريز اعدادات لسه بس بيحمل. نختار كونفيجيور تغيير اعدادات الواي فاي، نضغط عليها، نختار تاني واحدة. انا عندي ريسايف بفيورز، دي رابع واحدة على حسب جهازك، ممكن تكون التانية التالتة عندك. دي في اجهزة بتبقى 120 وفي اجهزة بتبقى فيها 280، نزودها نخليها 512. وترانسميت بفيورز نخليها 512 نفس الحكاية، وندوس اوكي ونيجي ندخل على جوجل نجرب كده نشوف النت بقى ايه نظامه. ثواني بيحمل بس عشان زي ما قلت لكم الجهاز عندي من البرامج تقيل شويه. وبعد ما عملنا الخطوات دي النت قدام حضراتكم اهو. تمام، نشوف في يوتيوب مثلا، نشوف يوتيوب. علشان في ناس كتير مش بتصدق يعني بتقيس سرعه النت على اليوتيوب، شوف التحميل بتاعه كده او اليوتيوب قدامكم في ثانية بيحمل او في اقل من ثواني كمان اهو. فيسبوك، اي حاجة، عن طريقة فعالة جدا لتسريع النت. منتظروني في مزيد من الشروحات.